هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم رضوى، فيديو بلوجر. النهارده عايزه اكمل موضوع مسامات الشعر والحاجات اللي مفروض تعمليها وما تعملهاش لو كانت مسامات الشعر عندك عاليه. انا قلت المره اللي فاتت ان الشعر اللي مساميته عاليه هو اكتر شعر بيتاذى ومش بيطول، وهتعاني منه جامد قوي علشان يطول. تمام، طيب مفروض نعمل ايه وما نعملش ايه اذا كان الشعر مساميته عاليه؟ اول حاجة ان احنا نبعد تماما عن الحرارة، البيبي ليس او الاستشوار او اي حاجة هتخلي المية اللي فيه تجف. تمام، بس في ناس كتيرة وانا منهم طبعا صعب جدا جدا نستغنى عن الاستشوار او البيبي ليس والكلام ده كله، فلازم كل اسبوع تعملي له حمام كريم مفعوله قوي جدا، اوكي، علشان تقدري تحافظي على المية اللي فيه اطول، يعني تعوضيه في الايام اللي فقط فيها مية، تعوضيه وتخلي المية تبقى فيه اطول فترة ممكنة. يعني نعمل ايه؟ مثلا كل اسبوع او مرتين في الاسبوع تبخي شعرك مية، اوكي، قبل ما تاخدي الشاور تبخي مية وتحطي مادة زيتية زي مش الفازلين، في دلوقتي كريمات وكده ملمسها للشعر، ملمسها بيبقى زي الفازلين كده، فديت بعد ما ترشي شعرك بالمية تحطي المادة ديت على شعرك، وممكن تسيبيها فترة طويلة جدا، يعني ممكن تنامي بيها وتصحي تاني يوم تغسلي شعرك. تمام، المادة الزيتية ديت بتمنع تبخر المية، تمام، من الشعر، هتحافظ على الرطوبة بتاعة شعرك اطول فترة ممكنة. تمام، واي ماسك هتعمليه لشعرك لازم يكون متكون من حاجات معينة. ايه هي؟ سواء مثلا حمام الكريم ومعاه مادة زيتية، وشرط انك تكوني بلة شعرك الاول، يعني بخاب بسبراي فيه مية كده بخاه، وعلى طول تحطي الماسك فيه كده علشان زي ما قلت يمنع تبخر المية. ومرة تانية، يعني مرة تعملي كده والمرة التانية تحطي عادي حمام الكريم وشعرك جاف، بس مرة كده ومرة كده، بس لازم تعملي الخطوة بتاعت ان شعرك مبلول وتحطي عليه حمامات الكريم. تمام، برضو مفروض تعملي كل اسبوع حمام جوز هند لشعرك، مرة وهو مبلول ومرة مش هو مبلول. تمام، يعني شعرك تكوني مرطباه كده، اوكي، وتحطي عليه، تحطي على شعرك كله جوز الهند، زيت جوز الهند ده يعتبر الزيت الوحيد اللي بيرطب الشعر. تمام، بقيتي زيوت تانية زي مثلا زيت الخروع، وفي زيوت تانية كده ما ينفعش تتحط على الشعر نفسه عشان بتجففه. تمام، بتتحط بس على جذور الشعر. وحاجة كمان مفروض تعمليها انك تمنعي حمامات البخار تماما 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 لو شعرك مسميته عالية. الحمامات البخار للبنات اللي مسمية شعرها منخفضة بس، غير كده لا، البنات اللي شعرها مسميته عالية تبعد تماما عن حمامات البخار. وبرده وانتي بتغسلي شعرك تبعدي عن المية السخنة، مفروض تبقى دافية او ساقعة. ويستحسن برده قبل ما تخرجي خالص من الشاور تحطي على شعرك مية ساقعة متلجة علشان يقفل المسام، او يعني يمنع ان المسام يكبر اكتر بتاع الشعر. لو انتي شعرك مسميته عالية هتلاقي دايما صعوبة في انه يطول، فعشان كده لازم تحطي في دماغك الحاجات اللي بقولك عليها. غير كده وانتي بتعملي مثلا هيث او حاجة، او انتي مثلا هتعملي شعرك حرارة، لازم تحطي سيرم، اوكي، ولازم تحطي سبراي للشعر علشان نفس الحكاية المسامات عشان ما تكبرش، وكمان عشان المية اللي فيها ما تتبخر. في ناس كتير قوي لما بتيجي تعمل استشوار وتلاقي شعرها بيطلع بخار كتير، فبتقعد تزيد عليه، فاكرة ان البخار ده حاجة وحشة، ده بخار المية، المية الموجودة في شعرك نفسه. تمام، فانتي كل ما بتزيدي عليه كل ما عايزه تخلصي الميه اللي فيه لما بتعملي استشوار وبخار بيطلع كتير، خدي بالك دي حاجه غلط. تمام، دي ده بخار الميه، انتي كده بتحاولي، انتي كده بتنشفي بخار الميه اللي موجود في شعرك. فهي مره كده تعمليه بالاستشوار، ولو طلع بخار خلاص يعني حاولي ايه تقللي قوي، او تروحي على خصله تانية، بس ما تقعديش تعيدي وتزيدي على الخصله اللي بتطلع بخار كتير، ده انتي كده بتنشفي الميه، بتخليها يعني ما فيهاش نقطه ميه، فدي حاجه غلط جدا. انا زمان كنت بستغرب ايه البخار اللي بيطلع ده، طلع ده بخار الميه، ان الشعر نفسه فيه ميه بس احنا ما بناخدش بالنا منه. طبعا زي ما قلت برضو زيت جوز الهند لازم يبقى عندك في بيتك، لازم 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 تعملي حمامات جوز الهند كتير جدا على شعرك علشان ترطيبه حلو. هندخل على حاجه تانية، هي بعد ما تعملي استشوار او بيبي ليس على شعرك تحطي له زيوت خفيفه زي زيت الجوجوبا او زيت
الارجان، تمام، دي زيوت خفيفه مش بتزيت الشعر، وفي نفس الوقت بتعوضه شويه عن الميه اللي هو فقدها وبتديله تغذيه. فلما تعملي الاستشوار او البيبي ليس حطي عليها زيوت بس مش كتير قوي عشان ما يلزقش، وبس على الاطراف. في حاجه كمان بالنسبه لمسامات الشعر، ان ما تسرحيش شعرك وهو ناشف. ايوه ما تسرحيش شعرك وهو ناشف، علشان بيبقى ضعيف جدا في اضعف حالاته بالنسبه للبنات اللي شعرها مساميته عاليه. اوكي، لان الشعر لما بيبقى ما فيهوش ميه بيبقى ضعيف جدا، زي الزرعه. تخيلي زرعه كده ناشفه، لو عملت لها كده هتلاقيها وقعت. نفس الحكايه الشعر، لو هو مساميته عاليه فالميه فمش موجود في ميه، فاي حركه مع المشط وكده بتوقع الشعر. فالبنات اللي مساميتها عاليه يستحسن ان هي تسرح شعرها وهي بتستحمى، تحط بلسم كتير قوي ويتسرح، تبدا من الاطراف وتطلع لفوق كده. كمان البلسم مش هتحسي قوي مع البلسم، يعني هتحسي ان شعرك بيتسلك بسهوله، فما تخافيش يعني، تمام. وكمان تستخدمي فرشه ويت براش، من احسن الفرش الصراحه، بتسهل جدا عمليه التسريح ومش بتقطعه، تمام. كده اكون خلصت النصايح الخاصة بالشعر اللي مساميته عالية. بس كده اكون خلصت فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه، واستنوا ان شاء الله فيديو جديد عن تساقط الشعر. بس واستنوني في الفيديو اللي جاي. باي باي.